جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. اولا الاصلاح مش بدون سنوات، مش بدون سنوات. اما عندنا مراحل في الاصلاح، مثلا فما اصلاحات مشتده في العوده المدرسيه القادمه. مثلا ايش كيما شنو؟ مثلا زمن المدرسه، زمن المدرسه يتغير ابارتير من لاني بروشين مثلا، بمعنى انه السلندات باش يوليو يقراو في النهار ما يقراوش. صبحي برك ما نقولكش في 100%، نحكي على ابتدائي الكل، ما نحكيلكش لا حتى ثانوي، حتى ثانوي ما نحكيلكش في 100%. في الممكن ما هو ممكن، ما نعرفش البورسنتاج وفي ارياس 100% مش نغيروا زمن المدرسه. مثلا منظومه العطل المدرسيه مش تتبدل، يعني مش تتبدل، ما عادش هكا العطله معناها ب 15 يوم، العطله ب 16 يوم، مش نحاولوا معناها يكون عطل اقصر وربما اكثر. وباي سيدي انا العطله معناتها مثلا كل شهرين جمعه راحه مثلا، ماشي في التوجه هذا، مش التوجه مثلا، مش نحيو بسمان بلوكي لان نخسروا فيها شهر ونصف قرايه. معناتها باش تولي الامتحانات مع القرايه؟ كيفاش معناتها؟ كيفاش نحسوا من بلوكي؟ شنو شنو التعويض؟ نرجعوا للسيستم القديم، تيست ودوفوار كما كنا قبل معناتها، كما قلنا علاش نخدم بلوكي وليدات صغيرات ستريسي والبو ستريسي والام ستريسي تخش عليه باش يعدي كونكور بوليتيك كما الباك بالضبط. لا لا بالعكس، معناها ثم السنة رونتري لا مع عم الجاي سيسور مش نعملوا اذا توجيه حقيقي بداية من اذا البرم اذا من نوفيام، توجيه حقيقي. وش معناه توجيه حقيقي من نوفيام؟ بمعنى انه من اقرب شغل نوفيام يولي يتوجه على روحه، يتوجه مش يتوجه هذاك، ربما هذاك دليل توجيه كما في الجامعة. و دي كرياسيون دي فري فيليير، دي فري فيليير سلون امكانيات سوق الشغل التلميذ، كما امكانيات التلميذ معناها عندك شكون باش يمشي للتقني، عندك شكون باش يمشي للموسيقى، عندك شكون باش يمشي للرياضيات، عندك شكون باش يمشي للسيونس، عندك شكون باش يمشي للاداب، عندك شكون باش يمشي للصحافه. ممكن اون كومونس ا فورمي دي بري جورناليست من الاول، معناها مش تخلص دي بري فيليير بال سافا براتيكمون كيما الروتاسيون افيك دي نورم وافيك امكانيات. ثم حوايج السنه لا مي سي سور عام الجاي، وهو العوده الى مدارس التكوين. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.